الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الأطهار المصطفين الأخيار. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. روحي وأرواح العالمين لك الفداء، غريب يا مظلوم كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى جدك رسول الله، وعلى أبيك سيد الأوصياء، وعلى أمك الزهراء سيدة النساء، وعلى أخيك الحسن المجتبى، وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك النجبة، الواثبين لظلم آل محمد، الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والداخلين على البتولة بيتها يا، والمسقطين لها أعز جنيني. فاطمين آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنيني. خلوا ابن عمي أولى أكشف للدعاء، يا رأسي وأشكو للإله شجوع، صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. سادتي كيف التعزي سادتي، ودماؤكم
ودماؤكم بحمرتها السماء تريني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا الإمام جعفر الصادق عليه سلام الله: علموا أولادكم حب أهل بيت نبيكم صلوات. موضوع المحبة لآل بيت النبي المصطفى صلى الله عليهم أجمعين، عليه دار محور القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. المعروف أن القرآن في أوليات التنزيل أمر بهذه المحبة وكررها بما ألزم المسلمين جميعا بها. فلا تجد قائل يقول حتى من خطأ أهل البيت عليهم سلام الله في أفعالهم أو أقوالهم، كابن خلدون مثلا في مقدمته ومقولته المشهورة بحق أهل البيت: صلوا على محمد وآله. صل على محمد وآل محمد. لا يستطيع أن يقول بغير المحبة، لا يجد قولا آخرا، لأنه إن قال شيئا آخر فقد ناقض القرآن الكريم. ولعل من قال أو أراد أن يقول بغير هذا القول يخرج من الدين إلى الكفر البواح، لأن المحبة واجبة من الله سبحانه وتعالى لآل بيت رسول الله. لهذا طرق أهل البيت عليهم سلام الله ودأبوا على هذا المعنى الشريف من أيام الرسول وأحاديث الرسول في حبهم وتقديمهم وتفضيلهم، متواترة مستفيضة عند جميع المسلمين. ولهذا لم يكن نقاش بين المسلمين مطلقا في هذا الأمر، في أن محبتهم ملزمة وواجبة لجميع المسلمين. استغل الأئمة عليهم سلام الله، بل قل قووا هذا المعنى القرآني. قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وما سألتكم من أجر فهو لكم، وما سألتكم من أجر إلا المحبة أو المودة في قربى أهل البيت عليهم سلام الله. هنا لا أجد نفسي مضطرا أقول بعد هذا الكلام، من حيث أنه من الضروري المعروف في الإسلام أن المحبة واجبة في القرآن وفي أحاديث النبي، ولا يستطيع أن ينكرها منكر. ولكن هنا أقول بمطلع هذا المجلس قرأت قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام الله، قال: علموا أولادكم حب أهل بيت نبيكم. على هذا المدار الذي تحدث عنه الإمام الصادق عليه سلام الله، طبعا هناك روايات أيضا بهذا الصدد الشريف: علموا أولادكم حب فاطمة. عندنا حديث بالعموم: علموا أولادكم حب أهل بيت نبيكم. هناك أحاديث عند العامة أيضا: علموا أولادكم حب نبيكم. وبعضهم قال، المنصف منهم قال: علموا أولادكم حب نبيكم وأهل بيت نبيكم. إذن هذا المعنى المتعارف عند المسلمين جميعا وليس عليه خلاف مطلق. هنا الكلام: ما الفائدة المرجوة من أقوال الأئمة؟ ونحن نعلم أن
أئمة أهل البيت عليهم السلام الله أقوالهم منسجمة مع القرآن الكريم، هذه واحدة. ثانيا، لا يذكر أهل البيت عليهم السلام الله حديثا إلا وهو حديث اتفاقي، لا يذكرون أمورا خلافية تدعو إلى التنازع بين المسلمين في أنها صدرت أو لم تصدر. هل أن لهم هذه القوة؟ نعم، أهل البيت عليهم سلام الله لهم هذه القوة في القرآن الكريم وفي قلوب المؤمنين. ولقد خضع المسلمون جميعا لقوة أهل البيت عليهم سلام الله في بيان هذه الاستدلالات الشريفة. فما هي الفائدة للمجتمع الإسلامي، أو قل أعم للمجتمع الإنساني، في أن يحب الناس أهل البيت عليهم سلام الله؟ اتفق جميع المسلمين أن أهل البيت عليهم سلام الله هم مجمع الفضائل وهم مجمع الكرامات، واتفقوا جميعا أن لهم مقامات سامية لا تجارى ولا تدرك. الآن ليش المسلمين ما اتبعوهم؟ ليش المسلمين ما أقروا بولايتهم؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، أمر يخضع إلى السياسة والسلاطين والحكومات المتعاقبة، ولست الآن بصدد شرح هذا المعنى. ولكن كون أن جميع المسلمين أقروا أن لهم فضل عظيم لا يدرك ولا يجارى، هذا ليس عليه خلاف مطلقا. ولهذا لما يوم من الأيام يقال أن مروان بن الحكم، والمعروف أن مروان بن الحكم من ألد أعداء أهل البيت عليهم السلام الله، كان يوم من الأيام في مجلس فيه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الله، فعدد مروان مكارم الكرماء وفضائلهم وأقوالهم وأفعالهم، فقيل له: يا مروان، ذكرت الكرام وأولاد الكرام، وما ذكرت أبا محمد الحسن؟ فقال: لقد ذكرنا الكرام وأولادهم، وما ذكرنا الأنبياء وأولادهم، لذكرنا أبا محمد. يعني حتى مروان العدو اللدود، ولا ينكر أن الحسن بن علي عليه السلام الله مقامه ليس كمقام الناس في الكرم وغير الكرم، وإنما هو من ذراري الأنبياء، ولا يستطيع مروان، يعني ما زاد مروان في هذه الحقيقة شيء، وإنما مرغما أو رغما عنه أن يذكرها كفضيلة لمولانا سيدي شباب أهل الجنة. ولما صنف أحمد بن حنبل، لما ذكر الصحابة قيل: من أفضل أصحاب رسول الله؟ قال: أبو بكر. قيل: ثم؟ قال: عمر. قيل: ثم؟ قال: عثمان. قالوا: وعلي. قال: علي من أهل البيت. وهذه المقولة ماثورة لأحمد بن حنبل، قال: علي من أهل البيت. علي لا يعد في عداد الصحابة، علي له شأن آخر مع الله، مع رسول الله، مع المؤمنين. على كل حال، هذه الحقيقة الثابتة، لما أمر أهل البيت بحبهم بمحبتهم، هم يعرفون أن لهم منازل مختلفة، كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الله، ولم يستطع حتى معاوية أن يرد عليه في هذا المعنى، معاوية العدو اللدود، لما قال: واعلم أن آل محمد لا يقاس بهم أحد من الناس. صلى الله عليه وسلم. الخطاب بعضهم قال هي رسالة إلى معاوية، وقال بعضهم إنما أمير المؤمنين يكلم معاوية من باب إياك يعني واسمع يا جارة، من هو معاوية حتى يخاطبه أمير المؤمنين؟ ولكن يريد الإمام علي عليه السلام الله أن يجعلها وثيقة للتاريخ إلى يوم القيامة. قال: واعلم أن أهل البيت لا يقاس بهم أحد. وقوله أحد من الناس، حملها بعض الشراح على الناس من بعد رسول الله، وحملها بعض الناس، بعض الشراح على الناس، على الناس جميعا، وهم كذلك، وهم أهل البيت عليهم سلام الله كذلك. وفي وثيقة أخرى للإمام أمير المؤمنين عليه سلام الله إلى معاوية بن أبي سفيان، قال: ألا ترى أن قوما جاهدوا في سبيل الله
ولكل فضل، حتى إذا قتل قتيلنا قيل سيد الشهداء. الإمام يكلم معاوية يقول أنت ملاحظ لو ما ملاحظ، الناس اللي قاتلوا مع رسول الله لهم فضل لو ما لهم فضل؟ لهم فضل. يقول ولكل فضل، لهم فضلهم، ولكن إذا قتل قتيلنا في سبيل الله قال النبي قال سيد الشهداء، ويعني بذلك سيد الشهداء حمزة عليه السلام الله. يقول وإذا قتل قتيلنا في موضع آخر قيل الطيار في الجنة. قال لما استشهد جعفر الطيار ايش قال النبي؟ يعني مو بس جعفر قتل، زيد بن رواحة قتل، مو صحيح؟ زيد بن حارثة قتل في معركة مؤتة، ولهم فضل عند الله ولا ينكر فضلهم، شهداء عظماء. ولكن ميز رسول الله صلى الله عليه وآله من؟ ميز جعفر، وجعفر هو مميز في الجاهلية وفي الإسلام. ومن شاء من يقرأ في تاريخ جعفر هذا العفيف هذا التقي النقي الطاهر الثوب، لما النبي ميز جعفر مرة، ومرة ميز من؟ ميز حمزة. يستطيع إنسان أن يتجرأ على مقام رسول الله ويقول ميز أقاربه؟ يقدر واحد مسلم صاحب قبلة مسلم يشهد الشهادتين يعرف عدالة رسول الله يقول ميز أقاربه؟ هذا عمه وهذا ابن عمه. ولكن قطعا لهم منازل يعرفها رسول الله، لأنه الثابت كما يقول أهل السنة طبعا الثابت أن جناح رسول الله قد عظم بحمزة، عظم جناح رسول الله بحمزة بن عبد المطلب، لأنه كان شديدا قويا بطلا ذا بأس. ولهذا شوف الإمام أمير المؤمنين أيضا لما قيد الإمام إلى البيعة كان ينادي وحمزتاه ولا حمزة لي اليوم، وجعفرا ولا جعفر لي اليوم. سئل الإمام الصادق عليه السلام الله، قيل لما نادى جدك أمير المؤمنين باسم حمزة وجعفر؟ قال والله لو كان حمزة وجعفر ما صنع ما صنع بأمير المؤمنين. ولو موجود حمزة وموجود جعفر ما يصنع هذا الصنيع بأمير المؤمنين أن يقاد ملببا بحمائل السيف. إذن الإمام علي عليه السلام الله يخاطب المسلمين إلى يوم القيامة، ولهذا احنا نرددها الآن، ولهذا ذكرها ابن أبي الحديد، ولهذا شرحها محمد عبده إمام الأزهر، ومروا عليها وشرحوها وأغرقوها في تبياناتهم هذه المعاني الشريفة، إلى أن يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال منا أسد الله وأسد رسوله ومنكم أسد الأحلام. يقول حمزة لما قاتل يسمى رسول الله، قال حمزة أسد الله وأسد رسوله. يا هينة الكلمة، يعني هي هينة رسول الله، رسول الله المؤيد من الله، ملائكة موجودة ويا رسول الله بيوم بدر، أكو ملائكة لنا وأكو ملائكة، ولكن رسول الله إيش قال؟ قال حمزة أسد الله وأسد رسوله. وافتخر بها من؟ لاحظ افتخر بها أمير المؤمنين سيد الشجعان، قال منا أسد الله وأسد رسوله ومنكم أسد الأحلام، ومنا سيدة النساء، ومنكم آكلة الأكباد. شلون مقارنة هاي؟ شلون مفارقة عجيبة؟ يقول منا زين، معاوية خو ما رد على أمير المؤمنين، ليش ما رد معاوية وقال له مثلا فاطمة مو سيدة النساء؟ ما يقدر، ما يقدر، لأن المسلمين جميعا خضعوا لهذا المعنى ويعلمون أن فاطمة سيدة النساء، والمسلمون جميعا يعلمون أن أم معاوية هند بنت عتبة من آكلة الأكباد. ولهذا قال لها رسول الله في يوم الفتح لما أسلمت في الظاهر قال لها هند الهنود آكلة الكبود، قالت نبي وحقود. جريئة، امرأة جريئة، مو تصور هند كانت تقف بين الصفين. على كل حال، حتى لما انهزم المشركون في الوهلة الأولى لمعركة أحد قال بعض الصحابة لعلي أحظى بهند بنت عتبة، ألزمها أسيرة سبية، يعني امرأة جريئة تقف بين الصفين وتخاطب رسول الله، رسول الإنسانية، رسول الرحمة، رسول العظمة،
تخاطبه بهذا الخطاب تقول له نبي وحقود، حقود أنت، ها؟ لأنه ماذا ذكر عمه حمزة؟ إلى أن قال ومنا سيدا شباب أهل الجنة. بمن افتخر أمير المؤمنين؟ افتخر بولديه سبطي رسول الله الحسن والحسين، ومنكم صبية النار. إزاي صبية النار؟ هم أولاد عم معاوية آل أبي معيط أمويين أيضا. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم بدر لما جاء بالأسرى أمر بعقبة بن أبي معيط أن يقتل، الوحيد الذي قتل بالسيف من أسرى بدر هو عقبة بن أبي معيط. أمر الوحي، أمر رسول الله، قال له الله عز وجل يريد هذا أن يقتل. زين أنت تصور هذا إيش قال الظالم اللي إما منن بعد وإما فدا. الله عز وجل خير النبي بين خيارين في يوم بدر، قال له إما منن بعد وإما فدا، أمات من عليهم أو يفدون أنفسهم. والقصة المشهورة يعلمون عشرة من المسلمين أو يفدون أنفسهم. لما إجا الدور للعباس بن عبد المطلب قال أنا أريد أفدي نفسي بس أنا ما عندي فلوس، ما عندي ما أفدي به. قال له النبي لا عندك. قال له مين عندي؟ قال له قل لأم الفضل الأموال التي خبأتها في المكان الفلاني، قال خلي جيب وفدي نفسك. وفعلا جاب الفلوس وفدى نفسه. زين هذا الخيارين إما منن بعد وإما فدا، ليش ما شملت عقبة بن أبي معيط؟ تصور إيش قال الظالم هذا، بحيث أنه الوحي يقول لرسول الله هذا الظالم يريده الله قتيل في هذا اليوم، هذا يقتل في هذا اليوم، هذا ما مشمول بالعفو. فلما أرادوا أن يقتلوه بكى وقال يا محمد من للصبية؟ عندي صبية. قال النار. قال لهم النار. طلعوا أولاده كلهم مثله والحمد لله، كلهم أولاده طلعوا مثله، قاتلوا أمير المؤمنين في كل المشاهد. فشغل الإمام يقول له ومنا سيدا شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار، إلى أن يقول في كثير مما لنا وعليكم. قال بعد أنا ما أقدر أعدد يعني طول المقام، ولو شاء لذكر ذاكر فضائل جمة. يقول أنا ذاكر لو أذكر لك في فضائل أهل البيت يا معاوية، فضائل جمة تحبها قلوب المؤمنين ولا تبجها آذان السامعين. شلون ميزة هسه هنا الإمام سلام الله عليه يقول تدري يا معاوية أن فضائل أهل البيت يحبون الناس يسمعوها. أسألك بالله في كل مكان، في كل مكان إذا إلا في محضر النواصب فقط المبغضين لأهل البيت. أنا عشت في القاهرة فترة من الزمن وأسمع الخطباء من الصوفية طبعا يذكرون أهل البيت، يطربون الناس لسماعهم، الناس يطربون. كان في خطباء يعتلون المنابر في مسجد رأس الإمام الحسين عليه السلام الله، يذكرون مناقب الحسن والحسين، يذكرون مناقب فاطمة الزهراء، يطرب الناس وهم من أهل السنة طبعا يطربون لذكر مناقب أهل البيت ويصلون على النبي، وتصير حالة هيجان عند الناس لما يسمعون مناقب أهل البيت. هو هذا المعنى اللي يتحدث عنه الإمام علي، ولو شاء لذكر ذاكر فضائل جمة تحبها قلوب المؤمنين ولا تمجها آذان السامعين. مهما طال المقام في ذكر أهل البيت عليهم سلام الله، هذه الحقيقة التي يتعرف لها الإمام أمير المؤمنين. إذا لما يقول الإمام علموا أولادكم حب أهل بيت نبيكم، هو يعلم أن لهم السبق العالي وأنهم لا يجارون لا في القرآن ولا في السنة ولا في السلوك ولا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في حياتهم ولا في مماتهم، وهم مختلفون عن كل الخليقة مطلقا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الفائدة، الفائدة المرجوة من محبة الناس أو تعليم الأولاد، لأنه الإمام يقول علموا أولادكم، ومعنى علموا أولادكم الصغار يعني، وهم صغار علموهم على محبة أهل البيت. لاحظ أن السبب الأول في هذا أن لا نجاة إلا به. يعلم الإمام أن لا نجاة من الفتن في الحياة الدنيا ومن الابتلاءات ومن الانحرافات إلا بحب أهل البيت عليه السلام، وأن الإنسان المحب لهم حتى ولو كان عاصيا
لاحظ، ولا أتجرأ في هذا المقام على مقام المولى عز وجل في أن يقول أن الإنسان يعصي الله، لا والعياذ بالله، ولكن أقول تطرأ المعصية على الإنسان. الإنسان غير معصوم، مو تطرأ المعصية على حياة الإنسان. فإذا كان محبا لأهل البيت فإنه بحبهم ينجو، ينجو في الدنيا قبل الآخرة. يقول الإمام الصادق عليه السلام الله قال: فإن محبنا ما زلت له قدم إلا ثبتت له أخرى بمحبتنا. يقول حتى لو تزل إلى قدم يطيح، يعثر، يعثر شلون؟ يعثر بالمعاصي، يعثر بالذنوب، ولكن في قلبه حب أهل البيت. ماذا؟ إلا ثبتت له ماذا؟ قدم أخرى. بماذا؟ بمحبتنا، بتوفيقنا، بدعائنا للمؤمنين، وهكذا. إذن الأمن الحقيقي من الفتن هو حب أهل البيت، هذا إذا كان الإنسان غير ملتفت. هذا الذي يعثر، هذا الذي يعصي، الذي يخرج عن الطريق، هذا غير ملتفت، يعني غير مطلع على سيرة أهل البيت. فما بالك بمن اطلع على سيرتهم فإنه يخجل من أعماله. من قرأ مثلا كما يصف الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الله أمه الزهراء، يقول: كنت أرى أمي فاطمة في ليالي الجمعة تسجد سجدة من الليل إلى صلاة الفجر. يقول تسجد سجدة بالليل، تصلي بالليل ثم تسجد سجدة واحدة في الليل، تقبل الليل ساجدة إلى صلاة الفجر. وإني لأسمعها تدعو لجيرانها، فقلت: أمّاه ما سمعتك تذكرين نفسك وأهلك. قالت: بني حسن، لقد سمعت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجار ثم الدار. أسألك بالله شوي عند هاي الرواية وقفة قصيرة في شكل العبادة، هذه عبادة غير مقدور عليها. نعم، إنما يأتي بهذه العبادة أمثالهم يقدرون على هذه العبادات، ولكن لما الإنسان يمر على هذه الرواية مثلا ما يخجل من نفسه أن يأتي عليه الليل إلى الصباح وركعتين ما مصلي مثلا؟ يخجل من نفسه، قطعا يخجل من نفسه. يقول: فاطمة بضعة رسول الله، فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، تقضي ليلها ساجدة متهجدة باكية خاشعة، كذا أوصف في أوصاف الزهراء عليها سلام الله. وأنا الذي أزعم أني من شيعتها، أني محب لها، يمر علي الليل مثلا ركعتين ما أصلي، يخجل من نفسه. لا أقل هذا داعي للعبادة، وأنا واثق إذا صلى الركعتين صلى صلاة الليل. هو بس يصلي الركعتين، بس يقرر، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول: ركعتان بعد انتصاف الليل لا يعدلهما شيء عند الله. يقول: تريد تسوي عمل ما إلى ثمن، عمل ما يثمن، صلي ركعتين بعد انتصاف الليل لا يعدلهما شيء عند الله، شيء عظيم عند الله. وأنا واثق كما في أخبار أهل البيت، من وفق لهاتين الركعتين وفق لصلاة الليل، ولعل يوفق للتوبة، ولعل يوفق للاستغفار، ولعله يوفق لقبول العمل. فإذا قبله الله عز وجل صار ماذا؟ صارت الأعمال عنده ملكة. بعد في هذه الصلاة فاطمة ودأبها أن تدعو لجيرانها، مسألة خلقية صارت اجتماعية الآن. إذا هي تدعو لجيرانها الليل كله، وأنا فرضا عندي جار، أنا عندي مشكلة وياه، هو عنده مشكلة وياه، أكيد لما أقرأ هذه الرواية، هذه الرواية ملفتة للنظر في حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ليس حسن الجوار كف الأذى. يقول مو حسن الجوار أنت ما تأذي جيرانك، احنا هذا المفهوم اللي عندنا، جارك لازم ما تأذي، لأن النبي شنو يوصي بسابع جار، مو دائما نقولها ونتكلم بها. يقول: لا، مو هذا حسن الجوار، ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى.
مو انت ما تأذيه، لا، يقول حسن الجوار يأذيك وتتحمله. شنو هالمعاني الشريفة هاي؟ ها؟ شنو هالمعاني الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ أسألك بالله، لو وقفنا عند هذه الرواية فقط، ايش قد بحياة الزهراء؟ ايش قد اكو روايات بحياة فاطمة عظيمة؟ أردقف عند هذه الرواية. واللي ما يأذي جاره ممكن أن يسلب جاره مثلا، اللي يحتمل الأذى من جاره امتثال لأمثال هذه الروايات ممكن أن يسلو على جاره فيسرقه، مستحيل. ممكن أن يحاول ينتهك عرف جاره، مستحيل. بعد مثل ما صار في بلدان جار يدل على جاره، يقولهم هذا شيعي، هذا يقولهم هذا كذا، ويطفرون عليه ويذبحوه ويقتلوه، هذول داعش وغير داعش. هذا الإنسان البعيد عن منهج أهل البيت عليهم سلام الله، لاحظ، لاحظ القيم والمثل العليا التي تحدثت عنها فاطمة في عبادتها ونقلها لنا ولدها الحسن المجتبى عليه السلام الله. إذن لاحظت الفائدة؟ المرجو لما يقول علموا أولادكم حب أهل بيت نبيكم، لماذا؟ لأنهم كما يقول رسول الله لا يدخلونكم في باب ضلالة ولا يخرجونكم من باب هدى، تعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، قدموهم ولا تتقدموا عليهم فتهلكوا. الآن هو اللي صار شنو؟ متى هلكت هذه الأمة؟ هلكت لما تقدمت على أهل البيت. نعم، هذا أسباب الهلاك الحقيقي، لما تقدموا على أهل البيت هي بداية الهلكة، ها؟ وبداية السقوط والانهيار للأمة لما تقدموا على العلماء العرفاء العظماء من أهل بيت رسول الله، ولما حاولوا ماذا؟ أيضا أن يعلموهم، حاولوا ماذا؟ أن يعلموهم. لهذا كان يقول شعبة وغير شعبة، يقول إن أحاديث جعفر الصادق مرسلة، يقول مرسل الأحاديث ما مسندة، سبحان الله. هم كانوا يقولون حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الوحي. لا تجد أحد يجرأ على هذا القول إلا أهل البيت، ماكو واحد يجرأ يقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث جبرائيل، وحديث جبرائيل حديث الله. من عنده قابلية يتكلم بهذا الكلام؟ ما عاد عنده قابلية غير أهل البيت. يجي واحد يقول أحاديثهم مرسلة غير مسندة، يقول الصدوق أعلى الله مقامه، يقول كان بعضهم يقول إن محمد الباقر يرسل الأحاديث إلى رسول الله، قال مما اضطر الإمام الباقر أن يقول حدثني جابر، قال والحال أن جابر كان يتعلم من الإمام محمد الباقر. يقول يعني الإمام الباقر جارى عقول السفهاء، سفهاء جارى عقولهم، يسوي له، يقولوا له أنت ما عندك إدراك لرسول الله، شلون تنقل الأحاديث عن رسول الله؟ ها؟ وكان الإمام يختلي بجابر، قال سمعت جابر يقول، ويستعدنا رواية الإمام محمد الباقر يقول قال جابر، قال والحال الحقيقة أن جابر كان يتعلم من الإمام محمد الباقر، ولا يتكبر جابر الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أن يتعلم من أهل البيت إن كانوا صغارا أو كبارا. إذن هذه من الفوائد المرجوة. الآن الآن فعلا وصلت الأمة الإسلامية إلى حال يعني لا تحسد عليه، وحال لا تحمد عقباه، وأصبح الآن فعلا لم شمل هذه الأمة من الصعوبة بمكان. الآن تحاور من مثلا؟ تحاور إذا ذكرت أهل البيت قال لك أنت شيعي، بس تذكر أهل البيت في أحاديثك قال لك أنت شيعي، زين؟ إذا واحد من علماء السنة مدح أهل البيت قالوا؟ قالوا فيه تشيع. إذن صار فد فرز طائفي، بهذا الفرز صار صعوبة، صعوبة لم الشمل مو على أمر الناس، على أمر القرآن، على أمر أهل البيت، لأنه صار فرز طائفي يراد للأمة الإسلامية أن تتمزق بهذا الشكل، حتى خرجت لنا هذه الطائفة الوهابية وكفروا جميع المسلمين، جميع المسلمين كفروا. إذا اسمع عبد الحسين كافر،
اسمع عبد الزهرة كافر، إذا زار القبر كافر، إذا قال يا علي كافر، إذا مثلا توسل بنبي الله كما أمر الله مو في الوسيلة إلى الله صار كافر. بعد صار لم الشمل صعب. لاحظ لو في البداية المجتمع الإسلامي مو متعود على محبة أهل البيت وتقديم أهل البيت لكان المسلمون في المصاف الأعلى، وهذا الذي كان يريده الله عز وجل من الخير لهذه الأمة، مو هذا الذي أراده الله، وهذا الذي دأب عليه رسول الله حتى لا تضل هذه الأمة باتباع كل ناعق، باتباع كل من له راية، كل من يرفع صوت، كل من يقول أنا، وهكذا. وما تمزقت أمة رسول الله إلا لما ابتعدت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. حتى العقلاء الآن، أنا ما أطيل بعد الوقت استنفذ، أقول حتى العقلاء من الآخرين الآن لوجود هذا الفرز الطائفي الواضح صار من الصعوبة أن يلموا شعث هذه الأمة لأن المسافة ابتعدت. لاحظ يقول لما واحد يأخذ يمين واحد يأخذ شمال، كل ما تزداد الخطوات كل ما تزداد المسافة. الآن صارت المسافة وللأسف في لم شمل المسلمين على هذا الحال بعيدة جدا. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن أهل بيت رسول الله عليه السلام الله. وهذه المآتم وهذه المجالس التي يقيمها شيعة أهل البيت، نعم منذ القدم، منذ هتك حجاب فاطمة عليه السلام الله، منذ اعتدي على بيت الزهراء بالحرق بالتهديد بالحرق بأي شيء من الظلامات التي تعرضت لها فاطمة، وما جرى من ظلامات الإمام أمير المؤمنين، وما جرى من ظلامات الحسن، أسألك بالله لو وقفنا عند هذه الظلامة وأسألك الدعاء، الحسن بن علي ليس هناك خلاف بين المسلمين أن رسول الله يحبه. يقول أبو هريرة بالحديث الصحيح المسند لما مات الحسن بن علي كان يقول اليوم مات حب رسول الله، قال اليوم مات حب رسول الله. أبو هريرة يسميه حب رسول الله، هذا المعنى الحقيقي الموجود في قلوب المؤمنين. الحسن بن علي حب رسول الله. يؤتى بعائشة بنت أبي بكر لكي تمنع الحسن أن يدفن إلى جوار قبر جده، وتنادي كما يقول الطبري بأعلى صوتها وهي راكبة على بغل وتقول يا بني هاشم لا تدخلوا إلى بيتي من لا أحب، لا تدخلوا إلى بيتي من لا أحب. ورسول الله في الخبر الصحيح عن زيد بن أرقم وغيره كان يضع الحسن على فخذه اليمنى والحسين على فخذه اليسرى ويضع يديه على يافوخيهما ويقول اللهم إني أحبهما فاحبب اللهم من أحبهما. وعائشة زوجة رسول الله تقول لا تدخلوا إلى بيتي من لا أحب، وفعلا منعت أن يدفن الحسن ابن علي إلى جوار قبر جده رسول الله، ودفن وين؟ دفن في البقيع حيث قبره الشريف الآن. هذه الظلامات التي نعم توالت على آل بيت المصطفى. هذه الأيام الشيعة على الله تعالى مقامهم، مذ كانوا ولا زالوا يتعرضون بها إلى ما تعرضت إليه مولاتنا الزهراء عليها سلام الله، أجمع الذاكرون والمؤرخون لتاريخ فاطمة أن فاطمة الزهراء ماتت عن 18 سنة، يعني في ريعان الصبايا في ريعان الشباب. هذه الزهراء عظم الله لكم الأجر، يقول عمار بن ياسير أخذنا فاطمة إلى المغتسل، دخل معها أمير المؤمنين وفي الضيب، يقول ولكن لحظات خرج الإمام
وهو يبكي جلس على الآر. ويشوفون الصحابة سلمان عمار أبو ذر أولاده، يشوفون الإمام قالع باب خيبر، نعم كسر قلبه مصاب الزهرة، جلس على الآر ووضع رأسه بين ركبتيه وأبكى وبكى بكاء مرا، قال عمار سيدي توصونا بالصبر وتجزعوا، قال يا أبا اليقظان إن الصبر على المصيب الجميل ولكن ليس على فاطمة. يعني صبر على المصيبة، فاطمة أعظم من المصيبة عند الإمام. قال يا أبا اليقظان ومما شد وجدي بها أني رأيت أحد أضلاعها مكسورا وأخفت عني هذا لئلا أتأذى. يقول له ضلع واحد يا علي وتهمل دموع العين. أريد بهالليل أخذك الكربلة، أجرك الله عند الحسين حيث مصاب الزهراء الحقيقي عند ولدها. يقول له ضلع واحد يا علي وتهمل دموع العين، شلون لو شايف ضلوع الحسين. عندك حالة تساعدني بالعزاء للزهراء؟ شلون لو شايف ضلوع الحسين. مصيبتها مصيبة در الدموع ولا ينفع معاها البجي ودق الجموع، بالمدينة ضليع وبكربلة ضلوع، داست خيولة لمي عليها ضلوع الحسين، داست خيولة لمي عليها. سألوا الإمام الصادق عليه سلام الله، قال له سيدي إيش قال يأخذ تراب من قبر الحسين؟ قال له برزخ من بريح، قال له فرسخ من بريح أبي عبد الله. قال له سيدي المكان اللي قتل به الحسين معلوم، ليش فرسخ من بريح الحسين؟ قال لأن الخيل داست على صدر أبي عبد الله، قال الخيل وزع الدم ولحم الحسين على وادي كربلاء، ولهذا يقول له يا حفار القبور بالله عليك وسعي، ولما انت نزل لطبع بعض. الله يرحم شيخ هادي أبياته، يا حفار القبور للحسين بالله عليك وسعي، ولما انت نزل لطبع بعض وخبرنك ترى مكسور ضلعي، ولا يخفاك بالعمى الببع ضلح الأصيل وحسين فرعي، وبكسر ذاك الضلع ربت أبلع في طيها سر الإله مصود، لولا سقوط جنين فاطمة اللبى أودى لها في كربلاء جنين. يا الله سأل الله الإجابة، يا رحمن يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اكشف كروبنا، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، يسر أمورنا للدنيا والدين، شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، اللهم انصر أولاد أمير المؤمنين، اللهم انصر أولاد الحسين الغريب الشهيد، اللهم ارفع راية أبي الفضل العباس،
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. طلبوا الآية الكريمة جميعا، الدعاء لأهلنا في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا. اللهم اكشف ما بنا من ضر وسوء وبلاء، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والحاضرين والمؤسسين، علماء الدين، مراجع المسلمين، خدام الحسين، جميع الشهداء بالخصوص شهداء الحشد الشعبي، رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات.